أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. ويسرني أن أقدم لكم هذا البرنامج الذي يختص بعرض الكفاءات الأردنية المميزة والواقعية التي لطالما البعض يغفل عنها. رحبوا معي بضيفتي الأكثر تميزا لهذه الحلقة، سعادة الدكتورة ريهام جمال يعقوب، أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتورة ريهام، نورتينا بقناة جوسات. أهلا فيكم. أهلا فيك. بداية بنحب نعرف السادة المشاهدين من هي الدكتورة ريهام جمال يعقوب الغنية عن التعريف، تفضلي. أنا طبيبة أسنان عام، خريجة 2008 من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الإمارات. خبرتي حوالي 8 سنوات من تخرجي إلى الآن، وأشتغل الآن في عيادة خاصة إلي. ما شاء الله. نتحدث الآن عن العيادة، متى تم تأسيسها وما فكرة إنشائها؟ تم افتتاح العيادة بسنة 2015 بشهر 6، يعني تقريبا إلها سنة ونص العيادة. فكرة تأسيسها كانت من بعد رحلة عمل طويلة بالقطاع الخاص وبعدة دول الصراحة، مع تراكم الخبرة الحمد لله وتوفر المادة فكرت أني أستقل وأفتح عيادة خاصة وتكون مخصصة للنساء والأطفال. كان الهدف هي توصيل خدمة فقط للنساء والأطفال الصراحة. ما شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق ومن زايد لزايد. تتحدث الآن عن آلية العمل والخدمات اللي بتقدموها في هذه العيادة. تقريبا جميع ما يحتاجه المريض لأسنانه، سواء من جراحة، من تنظيف لثة، من عصب، من تبييض، من تجميل، يعني حتى الأشياء اللي مش اختصاصية بنوفر أطباء في هذا الاختصاص لتوفير جميع ما تحتاجه المريضة داخل نفس العيادة. جميل. ما الفرق بين تبييض الأسنان وتنظيف الأسنان؟ تنظيف الأسنان هو عبارة عن إزالة الترسبات الجيرية التي تتكون على الأسنان نتيجة لتراكم الأكل على الأسنان وعدم تفريشها أو عدم الاهتمام بنظافتها، فتتراكم هذه البكتيريا على هذا الأكل وبالتالي تحدث تكلسات على الأسنان. فلا، هذه التكلسات لا تزال عن طريق الفرشاة الأسنان، بل تحتاج من المريض أن يأتي إلى العيادة ليتم إزالتها عن طريق أجهزة خاصة. يعني تنظيف الأسنان ينصح فيه لجميع المرضى من 6 شهور، كل 6 شهور أو كل سنة، أو في بعض المرضى كل 3 شهور، حسب كل واحد طبيعة أسنانه وطبيعة اهتمامه بأسنانه. التنظيف طبعا لصالح المريض، لمنع التهابات اللثة ومنع النزيف أثناء التفريش ينصح فيه، وهو لجميع المرضى. أما التبييض هو شيء تجميلي الصراحة، هو تفتيح درجة سن لون السن غير إجباري، يعني لمن يرغب في هذا ممكن أنه يعمله، لعروس قبل عرسها مثلا، شخص أسنانه كثير لونها متغير وحابب أنه يبيضها ممكن أنه يعملها. التبييض عادة يعني بينعمل كم من مرة في العمر، يعني مش زي التنظيف لا، شيء إجباري أنه ينعمل على الأقل بالسنة مرة. أكيد له أثار سلبية. والله لا، إذا عمل مش دائم بشكل دائم بشكل مش متكرر، لا ما له أي أثار سلبية، بالعكس في يعني مواد تبييض يعني غير ضارة للأسنان، خصوصا إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة وباستخدام الوقت المناسب، يعني فعند الطبيب المختص لا إن شاء الله ما في أي ضرر إن شاء الله. نتحدث الآن عن أسباب تلون الأسنان. تلون الأسنان إلها سببين، يا إما يكون أسباب وراثية يا إما أسباب خارجية. العوامل الوراثية تكون أصلا من لما يكون الجنين في بطن أمه نتيجة أنها أخذت أدوية أثناء الحمل، أو نتيجة نقص مثلا في الحديد، أو نتيجة أخذ حديد زيادة مثلا ممكن تسبب تلونات الأسنان أثناء تكونها أصلا وهو جنين. هي علاجها حتى بكون شوي أصعب لأنها أصلا شيء وراثي. أما العوامل الخارجية اللي هي طبعا كثرة الملونات والأصباغ على الأطعمة، شرب النسكافيه والشاي والأشياء هاي بكميات كبيرة، التدخين طبعا، واللي زي هيك كمان خصوصا المدخنين ما بننصحهم يبيضوا لأنه بيرجع يصفر أسنانهم وأكثر من الأول حتى. يعني جميل. نتحدث عن طريقة استخدام الفرشاة بشكل صحيح. هلأ فرشات الأسنان أغلبنا 90% من المجتمع ما بيستخدمها بشكل صحيح، هو المفروض تستخدم على الأقل مرتين في اليوم
صباحا ومساء قبل النوم، وقبل النوم اهم من الصباح، احنا اغلبنا بنستخدمها بس فتره الصبح، وحتى الصبح بعد الاكل المفروض بعد الفطور مش قبل الفطور زي ما الناس بتعمل. التفريش الصحيح من فوق لتحت بالنسبه للاسنان العلويه، ومن الاسفل للاعلى بالنسبه للاسنان السفليه، حتى ما يصير انحسار للثه عن الاسنان ويصير تكشف لجذور الاسنان. واهم شيء ان كميه او مده التفريش تكون من تقريبا 3 دقائق، اقل شيء من 3 دقائق لخمس دقائق، احنا اكم من ثانيه وما نخلص. والشغله مش بكميه الرغوه وكميه المعجون، لا، بطريقه الاستخدام الصحيحه. نوعيه الفرشاه؟ نوعيه ما راح اسمي مسميات تجاريه معينه، المهم تكون فرشاه وسط، لا هي ناعمه كثير ولا خشن كثير، ويفضل تبديلها كل 6 شهور يعني. هل طب الأسنان التجميلي عبارة عن قشور خزفية فينير فقط؟ لا طبعا أكيد، بس هي يعني الموضة اللي طاعة هلأ إنه كله بده هوليوود سمايل، كله بده ابتسامة سحرية. لا، هو طبعا التجميل أساسا كان اللي صار عندهم مثلا كسور في أسنانهم، تشوهات، ترتيب الأسنان مثلا في عوجاج، في بيعملهم مشاكل أصلا هذا الحكي. القشور يعني هي موضة جديدة، ماشي حلوة مش غلط، كويس، بس التجميل ما بيقتصر عليها أكيد. أيهما أفضل، الفينير أم اللومينير؟ الفينير أم اللومينير؟ والله بيعتمد على حالة المريض، يعني بيعتمد على حالة مريض الاختيار أي منهما، بناء كل واحد وحالته يعني بنقدر نحدد، يعني ما بقدر أقول لك هذا أفضل أو هذا أفضل، كل حالة ممكن هذا يكون أفضل إلك مش أفضل لغيرك، عرفت علي؟ حسب الحالة. نتحدث الآن عن المشاكل والمعوقات، هل هنالك مشاكل أو معوقات تواجهكم؟ في طب الأسنان بشكل عام قصدك؟ والله منواجه مشكلة اللي هي تفاوت الأسعار بين الأطباء، يعني بيجي مريض ممكن يقول اني انا ممكن اشتغل العصب في مكان تاني بسعر زهيد جدا. طب ما هو المريض مش عارف عقبات هذا الحكي، هو بيفهم انه راح الوجع بس ما بيعرف انه ينعمل له اجراء مثلا بطريقه انه بعد سنوات ممكن يعاني من نفس مشكله بنفس السن نتيجه التهاب، هاي بتبين عن مرور السنوات. فتفاوت الاسعار نتيجه لعدم وجود بصراحه قانون صارم يمشي على جميع الاطباء بيسبب لنا شوي احيانا مشاكل، لانه المريض بحكم الوضع الاقتصادي بحكم التزاماته بدور احيانا على الارخص، اكيد مش الجميع يعني اغلبهم فهذه ممكن تسبب لنا الى حد ما مشكله. ووعي المجتمع انه الثقافه عندهم شوي محتاجه توعيه اكثر بالنسبه لاهميه السن، وانه ما يكون الخلع كخيار اول يعني بصراحه. جميل. مثل ما بنعرف التميز هو اساس النجاح، ما هي الميزة التي تمتاز بها عيادة الدكتورة ريهام عن غيرها من العيادات الأخرى؟ والله أنا بالنسبة إلي، ورغم أني واجهت تحدي بهذا الموضوع، بس موضوع أني خصصت عيادتي بس نساء وأطفال بعتبره أنه إشي مميز عندي إن شاء الله، وبحاول أني ما أحتاج المرأة تخرج من عندي لأي شيء حتى كتجميلي، يعني بوتكس وفيلر وحتى أشياء يعني متطورة حتى في موضوع ما يخص حتى حوالين الأسنان إن شاء الله أنه متوفر إن شاء الله. نتحدث عن طموحاتك المستقبلية. طموحاتي أوسع العيادة لمركز ولمستشفى كمان، هاي الأفكار يعني، وإن شاء الله خير. إن شاء الله كل طموحاتك تتحقق إن شاء الله. يعني نتحدث الآن عن نعمة الأمن والأمان. والله الحمد لله، يعني علي منشوفه بالدول المجاورة أكيد إحنا بنعمة كبيرة، والله يديم يا رب الأمن والأمان علينا جميع إن شاء الله. الله يخلينا جلالة الملك والقيادة الهاشمية، نجد الأمان نجد الاستثمار. أكيد. رسالة من حضرتك لجيل الشباب، كونك أنت أحد فرسان التغيير. التغيير رح يبلش من عندهم، فكل واحد يربي أولاده صح، يربيه على الحلال والحرام مش على العيب واللي بيصير واللي ما بيصير، وإن شاء الله إذا نشأ الجيل برقابة داخلية إنه ربنا موجود وشايفه وعارفه، إن شاء الله الأمور بتكون من أحسن لأحسن إن شاء الله. أكيد لكل مجتهد نصيب. لو حالفك الحظ والتقيتي بجلالة سيدنا، شو بتحب توجه له رسالة؟ هو سؤال صعب شوي يعني ممكن بيت الشعر بيعجبني كثير، انه ان الطبيبة ان المعلمة والطبيبة كلاهما لا ينفعان اذا هم لم يكرما. فانه انا بحس انه الطبيب والمعلم بالذات هم اكثر فئتين في المجتمع محتاجة الى رعاية خاصة الى اهتمام. صحيح. يعني هو الحمد لله احنا بالاردن كثير بنتمتع بحقوق اكثر من كثير دول، انا رحت على دول ثانية وشفت الوضع، وبتمنى الاهتمام يكون اكثر واكثر فينا. ان شاء الله.
إن شاء الله. دكتورة، نعرف السادة المشاهدين موقع العيادة وطرق التواصل. موقع العيادة مقابل كلية حطين، فوق مجمع ماضي، فوق بنك لبنان والمهجر. الأرقام ستظهر عند زميلة ضياء على الشاشة. بتشكرك دكتورة ليهان. العفو. في نهاية حلقتي لهذا اليوم نتقدم بجزيل الشكر العرفان للدكتورة جمال، للدكتورة ليهان جمال يعقوب على هذا اللقاء والاستقبال الرائع. شكرا لك دكتورة. العفو. أهلا. واحنا الأردنيات هيا بها أيام.